صباحكم الخير. اليوم الأحد 11 شباط فبراير، اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الجدي، وتحسنت الأجواء بشكل واضح وملموس لدى الأبراج الترابية، الجدي بالطليعة، الثور وكذلك موالي برج العذراء. كيف رح بيكون هالنهار؟ منبلش مع برج الحمل. بيرجع مولود برج الحمل بمطلع الأسبوع أو اليوم نهار الأحد، بيرجع لحتى نوعا ما يرجع يرتب أوضاعه ليرجع يحط الأمور على مسارها على السكة الصحيحة، لأنه بلش الشغل مجددا. الأجواء فيها درس، فيها شغل، وفيها مسؤولية، سواء كانت مسؤولية عائلية شخصية أو مهنية. الأكثر تعبا 15 و 16 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بتتحسن الأمور عندك بشكل ملحوظ. اليوم الجو عند مولود برج الثور بيحمل فرصة جديدة لك، يمكن تنظر للأمور من منظار مختلف، بتشوف الأمور بطريقة إيجابية، ما بتعود معصب، ما بتعود منرفز، ما بتعود ضايق خلقك، ما بتعود مسكر على موضوع معين، بالعكس بتصير أنت منفتح لتتقبل أو على القليلة لتسمع الآراء المختلفة. بجميع الأحوال هيدا نهار إيجابي جدا بالنسبة لك، بيحمل حلول. الأكثر حظا مواليد نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بعد معاكسات اليومين اللي مرقوا يومين ونص، اليوم مولود برج الجوزاء مرتاح اكثر على وضعه. اليوم مولود برج الجوزاء بترجع ضحكته ترن رناني. الاجواء عندك صارت اريح وما عندك مشكل كشخص كطبع انك تاخذ مبادره لتعتذر او لتلاقي طرف الاخر بمنتصف الطريق. الاكثر حظا نسبيا هو مولود 19 و20 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان اليوم نهار بتحسه انه ما عم بيخليك ترتاح، عم تاخذ او عندك 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 اجندة او عندك شغل او برنامج او رحلة او مشروع منه كتير على ذوقك، ويمكن انت محضر حالك لكن الجو اللي حاطط حالك فيه شوي ادجي، يعني معقول يكون شوي مزعوج ومتوتر. حاول انه تاخذ الامور على الهدى، وحاول تفكر وتقول وتقنع حالك انه الطرف الاخر مش ضدك، ما في حدا ضدك، انت يمكن اليوم عم بتخانق حالك، فعد للعشرة وخذ قرار انه تقضي هيدا النهار بطريقه ايجابيه. بتبقى المواليد الاكثر حظا بعد 13 14 15 تموز يوليو، بينما الاكثر تعبا اليوم هي مواليد حزيران يونيو. كمل مع برج الاسد. اليوم مولود برج الاسد شغل فوق راسك، سواء كنت بالبيت مع العائله، مسؤوليات كتيرة كبيرة، يمكن حتى إذا نهار إجازة أنت منك بإجازة قاعد عم تشتغل بالبيت، أو عندك مسائل عم بتساعد الآخرين سواء كان شريكك بالحياة أو حتى بالشغل. اليوم نهار تعب، نهار طويل، فعمول حساب أنه اليوم بدك تطول بالك حتى ولو رن التليفون برات ساعات شغلك. الأكثر حظا بعده 14 ل 16 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء نهار كتير حلو، لأنه هيدا نهار بيتفهمك، هيدا نهار بيتقبلك، هيدا نهار بيساعدك لحتى تسمع الخبر الحلو، تسمع خبرية حلوة تفرحك، هيدا نهار بيردلك اعتبارك، ونهار بيردلك أصحابك يلي أنت اختلفت معهم. من الأيام الإيجابية خاصة إذا عم تشتغل فيها، ومسألة بتتعلق بأحد أحبائك مفروض اليوم تسمع خبر حلو عنه. الأكثر حظا 28 ل 30 آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان اليوم واضح انه مولود برج الميزان طالع باله انه يقضي quality time مع الناس بحبها، سواء كان بالشغل او بالبيت. quality time مع العائلة مع الاهل وين ما كان. نوعية الوقت بهمك امر اليوم، لانه انت طالع بالك تغط، صار لك فترة طاير حابب ترجع تغط لترجع لجذورك، لترجع لبيتك، لترجع للكمفورت زون اللي عندك اياها. بعض مواليد برج الميزان مزاجيين، بعض مواليد برج الميزان عندهم واجبات ومسؤوليات عائليه طارئه او مزعجه شوي مش كتير. الاكثر حظا 21 22 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبه لبرج العقرب هيدا انهار بتحس انه العجقه فيه كثيره، وخاصه بينك وبين اخواتك. اذا انت بتشتغل رح بتلاقي انه هيدا انهار ما بيهدى فيه التليفون، ما بتهدى فيه، انت ما بتقعد على المكتب، بتحس حالك طول الوقت عم تتنقل. بالتالي ما فينا نتذمر، لانه هيدا انهار اكتف، لازم اذا بدنا نتذمر من شيء اذا
مع انه كل يوم بنوعيته مفروض تكون نلاقي له ايجابيات، فينا نزمر من نهار يلي ما عم بيرن في التليفون، ما عم نسمع شيء، ما عم تتحرك الامور. اليوم في حركه جيده وحلوه، ومطلوب منك انك تساهم، مش انه تسمع، بدك تكون عم تسمع وعم تتحرك، اكتيف اند باسيف بالوقت نفسه. الاكثر حظا 13 ل 15 نوفمبر. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس هيدا نهار تتمتع فيه بقدره على انجاح مساومه، على انجاح بحث معين، انت بتحط من ذاتك بتشوف انك عم بتلاقي نتيجه. هذا نهار كتير حلو، معقول يكون فيه تبادل هدايا، فيه تبادل خبرات، تبادل يمكن مؤهلات، ليش لا، معلومات. نهار يمكن تضطر انك تساعد فيه احد يا زملائك يا احد اخواتك. ويلي بده يضل حذر جدا من السرعه من المشاكل، 1 و2 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. واخيرا مولود برج الجدي مع القمر ببرجك، عندك ضوء اخضر لتعمل تقريبا للي بتريده، علما انه مولود برج الجدي ماشي وضعه بشكل جيد، بما انه مقلع السنه معك بطريقه ممتازه وسريعه وديناميكيه. اليوم مولود برج الجدي ضروري تحط تاخذ ورقه وقلم وتحط رؤوس الاقلام، تحط شو بدك انت لتحسين وضعك. اول شيء بدنا نحسن وضع صحي، بدك تحسن وضع الدراسي، العلامات، بدك تحسن المدخول او بدك تنتبه للمصروف، يعني في عندك مسؤوليات كثير كبيره بده ينشغل عليها بها اليومين، وهنالك مساله انت ناطره مفروض تسمع جوابها بين اليوم وبكره. يلي بعتبره شوي اوفر حظا من غيره هو مولود ديسمبر، يمكن باستثناء يلي وقع تحت تاثيرات زحل 27 ل 29 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. اليوم مولود برج الدلو نوعية الوقت عندك هي استراحة، هي إجازة، هي ارتياح وابتعاد عن العجقة وعن الأماكن الصعبة والسواقات الطويلة وعجقات السير والمواعيد اللي لاحقة بعضها، لأنه على الأرجح كله في فوضى وفي شيء مش ظابط، في أمور ما بتزبط، بدك تنتبه اليوم من هالأمور هاي حتى تتفادى الوقوع فيها. بدك تطلع قبل بوقت من بيتك، شرط أنك التلفن تكون متأكد من الموعد، بدك تحضر الوراق كلهم، تتأكد منهم، تعيد قراءتهم مرة ومرتين، تشيك إذا أنت حامل معك بالجزدين أو بالشنطة حامل كل الأوراق. في كتير أمور اليوم معقولة فجأة تصير وتزعجك تقول يي كارمن قالت. بجميع الأحوال اليوم نهار حلو ترتاح فيه، وإذا أنت بالمكتب أو بالمدرسة بدك تصحصح شوي، وإلا بتمرق معلومة مهمة قدامك وما بتنتبه لها، بتكون المعلومة هيدي مفتاح نجاح لاحقا. الأكثر تعبا هي مواليد كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت الجو اليوم بيقول لك أوكي، مرق عليك يومين امبارح أو امبارح عذبوك وما رح أقول بهدلوك، لكن يعني حطوك بمواقف محرجة. اليوم نهار رح تقدر شيء الشخص يلي وقف معك امبارح او امبارح، فاليوم حلو انك ترد هالخدمه للاخرين. كمان هيدا نهار حلو لحتى ما تبقى لحالك، اليوم حلو تكون مع الناس، حلو تدور على اشخاص او جمعيه تتفهمك او انت بتلاقي من خلالها الدعم. نهار بزقفوا لك فيه واليوم بترتاح فيه، نفسيتك ترتاح. بتضل مواليد الأكثر حظا 11 12 و13 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي السنة بده ينشغل فيها كتير على مواد أنت بتملكها، على أمور أنت بحاجة لها وعم تبني عليها مستقبل، يعني كانت الأمور دراسية، المهنية، الاجتماعية، هيدي السنة وحتى كمان الأمور الصحية بده ينشغل عليها من أول السنة لآخرها. سنة جيدة لكن نوعيتها هيك. شباط فبراير حزيران يونيو وأكتوبر هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.